نفس ما نمر به الآن في غزة هو مررنا به منذ أكثر من 40 سنة في بيروت ومجزرة صبرا وشتيلة. فهناك كانوا نقول أن كان هناك الحرب من أجل القرار الوطني الفلسطيني، واليوم العدوان على غزة من أجل البقاء الفلسطيني على الأرض. فإحنا بنقول ليهم قراري سمعت الدنيا طوال سنين، على درب الفدائيين مشينا العام بعد العام، مشينا والضرب الغام، مشينا حفا عالشوك والسكين. ما بننكرش إن الشوك آذانا والسكين دمانا، وما بننكرش إن بنبكي عالشهداء. ما تردش على البعدة اللي بيزاودوا وبيعودوا على الأيام، لأن الموت مش غية، لكن ضربنا ضرب الفدائية، ضربنا يودي عن نصر من طلعة الآلام، وعنها الطلعة ما في رجعة. هذا ضربنا جرح وفدا وفدا، حتى شوارعنا بمخيمنا ملاني بصورة الشهداء. أحلى قصة حب طلت من عيون شعب الأصيل، من حنين عكا ويافا، من المثلث والجليل، من جبال القدس ومن ساحة الحرم، من تغاريد الطيور في كنايس بيت لحم. ليش الخوف ليش الانكسار؟ ما قالها السبع أبو عمار جوا الحصار قبل الرحيل، اتزنري يا بنت الأصيل ووعي تخافي على الولد، اتزنري يا بنت الأصيل ووعي تخافي على الولد. إن كان هالعدو جبار بهينو حجر من رحم كن ولد، وإن كان ولادك صغار قلب أصغرهم أسبع من مليون أسد.
تشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.